زعما من يوم المسير انا خدام مع هذا السيد هذا، وهاد الدار عطا ليا، قال لك نعطيك الدار، عطا ليا قال لك سير جمر نعطيك الدار، وما تقولها حتى لشي واحد، وكان خلص لي الكرا ديالو، وكياخذون من الوجره ديالي، انا خدام مع 30 عام اللي خدام مع هذا السيد هذا، ودابا ملي كيزيد عندي الدار كيقول له سير زيدو في البلاد، ودار لي التعرض هنا في المقاطعه ما نزيد فيها حتى شي واحد، ما نزيد في الدار ما نصاوب في لاكارت ديال، عاد صاوبوا لي في 2016 باش صاوبوا لي. بس هو بلي لاكارت ديالي وتعدي عليا هاد السيد بزاف تعدي علي الدار بعد رحني في الزنقه ديال لقيته هنا رحني في الزنقه الحوايج ديالي باقيين الحوايج ديالي راه باقيين في الدار خويا السيد تعدى علينا حنا ساكنين في الدار مدة 40 عام حنا زايدين في الدار نهار كان تزاك وحطنا في البلاد فحنا زايدين في 85 حنا ربعة الخوت حنا زايدين في 84 نهار كناخذوا شهادة السكنة ما كيبغيش يعطينا المقدم كيحرش وكيعطي فلوس كل ما بقى ما تعطيش دعوات اربع دعوات الحكم الصالح للحكم الاخر ديال السينما عطى فيها فلوس عطى الرشوه حكمت لنا بالافراغ ما تغرباش نستر ما تمعاش في الدنيا الدار الاخيره ما غتغرباش نستر نموت انا ولادي الراجل ضحك عليا كذب عليا ساكن مع 35 عام ولحني في الزنقه النهار تنبغي نخرج قال لي لا الدار ما كاينش اللي يقربك ما كاينش اللي يخرج لك من الدار ولادك ولادي انت مع مرت خويا ما قال لي عمري ساك حتى واحد عاش الملك عاش الملك عاش الملك انا بغيت غير حقي بغيت باش نسعيد بغيت باش نستر حتى نموت ما طمعش في الدار ما طمع حتى حاجه بغيت غير باش نمشي عند الله ما بغيت والو الا عنده شي ورقه بانه هو ملك خرجوا ليه من دابا هذا ديال هبه ملكيه ديال الفقراء هو عامر املاك وجاي طالع في هذا السيد حرام هادشي هذا راه اللهم انا هذا منكر عاش الملك عاش الملك هذا راه حرام هادشي حنا تنستنكروا هادشي تنستنكروه ها السيد ولادهم قراو مع ولادنا قول لي يا الشريف هاد الدراري قراو دوزوا البكالوريا هنا دوزوا كل شيء شهاده السكنه منين كيجيبوها منين كيجيبوا هاد الوراق هاد الوثائق كيجيبو مريم هو من سيدي مؤمن وكيصيفط هذا للبلاد يجيب شهادة السكنة حتى المقدمين متعامرين معاه ما كيعطيوهم شهادة السكنة وهاد ولا بغى يدعي يدعي الجماعة لأن دومين ديال الجماعة هذا ماشي ديال هاد السيد الجماعة اللي عارفة اللي ساكن واللي ما ساكنش الله يرحم الوالدين حنا راه كنطلبوا طلبوا من الناس ذوي الحقوق باش ينصفوا هاد الراجل راه تلاح الشارع والشتا جاي والبرد جاي